اسمحي لي في البداية أن أشكر قناة المملكة وأهنئكم على انطلاقة قناة المملكة. نشكرها اللي بلشت استمرار، يعني كل يوم نحضر تنقل صوتنا. أحب أشكر قناة المملكة بصراحة. قناة المملكة مش بس اليوم، إحنا بأي بطولة بنسافر فيها ونجيب إنجاز بيكون هم أول ناس بيحكوا وبيهنوا. بدي أشكر قناة المملكة الصراحة على المواضيع الحلوة والجميلة اللي تثيروها. ببارك للمملكة أن تبقى تستمر على هذا النهج. شكرا على استضافتي اليوم، أتمنى لكم التوفيق في قادم الأيام إن شاء الله. نشكر قناة المملكة على البرنامج الرائع، برنامج الحوار المميز، يعني ربما عجزت الحكومة أن تفتح باب حوار، لكن قناة المملكة سوت لنا برنامج يتصور نحن خمسة صراحة. أشكر لكم يعني بداية اهتمام القناة في المحافظات، فاتحة خير عليكم وعلى الوطن. قناة الحبيبة لقلوبنا وإن كانت يعني ولادتها حديثة.